السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة هوريكم طريقة جديدة أنا عملتها مؤخرا. لو عندك حمامة أو عندك زغلول عنده انتفاخ فحصلته، تعمل ايه؟ هنعمله غسيل معدة. هنعمله غسيل معدة بايه؟ هنشوف مع بعض. لو عنده انتفاخ بالهواء او بالمية، لما تلاقي الزغلول منتفخ او الحمامة منتفخة بمية وريحة حلق الزغلول، لما تفتح بقه تشم ريحة كريهة تعرف ان الحمام ده تعبان. والحمامة اللي احنا بنتكلم عنها دي او الزغلولة هنعمل فيها ايه؟ في حالة ان كان مية منتفخة بالمية او منتفخة بالهواء، هنعمل لها غسيل معدة زي ما بيتعمل بالظبط للانسان، اللي بيعملوه في المستشفيات للانسان المريض اللي عنده تسمم، احنا هنعملها للزغلول بنفس الطريقة. طيب نبدأ نشتغل بقى الشغل العملي. تمام، هنعمل غسيل معدة للزغاليل، للزغلولين دول. هنفترض هما مفيش فيهم حاجة، لكن هنفترض ان هما عندهم انتفاخ بالهواء، حصل لما مليانة هواء او مليانة مية سخنة ريحتها مش كويسة، ريحتها مش كويسة. تمام، يبقى هنعمل ايه؟ اول حاجة هنستبعد الحمام اللي هو فيه الحالة دي، نبعده في مكان بعيد. نجيب حاجة زي كده، لو هي فيها مية، لو هو فيه مية هنفضي المية اللي جوه فيه اهو، هنحط دي كده. انا يعني ايه عشان التصوير مش هتبقى باينة قوي اهو، ونبدأ نفضي المية اللي في الزغلول ده او في الفرد اللي هو فيه الحالة دي اهو. اهو الحمامة اهي او الزغلولة اللي هنفضيها اهو. شوف اول ما بنكفيها شوف المية بتنزل ازاي اهو. نحاول نفضي المية اللي تكون مش نظيفة. انا زي ما قلت لحضرتك ده اهو، دي مية، ده اصلا انا يعني بوريكوا ازاي، لكن هو حمام سليم الحمد لله مفيش في حاجة اهو. بنغسل نفضي المية اللي هي فيه المية اللي مش ريحتها مش نظيفة. ده واحد اهو بنعمله. تمام، نجيب كمان واحد عشان نأكد على المعلومة. احنا هنجرب في اتنين زغلول معانا اهم، التاني نفس الوضع، هنكفي شوية كده ونضغط على الحصلة لغاية ما نفضي المية. تمام، باين بتفضل المية اهو قدامك، عمل غسيل معدة ولو في اكل بينزل مع المية. تمام اهو، ده غسيل معدة مش هنكتفي ان احنا بنفضي دلوقتي المية اهو. شوف حضرتك نازل منهم مية قد ايه من زغلول اهو. نبعد المية دي بعيد ونكمل برضو، مش هنكتفي بكده. تمام، ما نكتفيش ان احنا، انا قبل كده عملتها لكم بس اكتفيت بان فضيت المية وحطيت ايه مية للحمام، لكن هنعمل بقى المرة دي بطريقة تانية. هنجيب اللتر المية بتاعنا عارفين اهو، الازازة اللي هي اللتر، ونضيف عليها امريزول. نحط على اللتر ده 5 سم من امريزول، هنفترض ان هو غطى من نفس الازازة اهو، الغطى حط غطى منها على اللتر اهو، امريزول او فلاجيل اللي تلاقيه يعني، ده زي ده، هي تقريبا تمنها 10 جنيه اهو. غطى حطيناه على اللتر. تمام اهو كده، ده حاجة زائد امريزول زي ما قلنا او فلاجيل الاتنين واحد، زائد هنحط مضاد سموم كمان، مضاد السموم اللي عندي اللي انا دايما بستخدمه، هو ده غالي شوية لكن ده مفيد كمان في حالات الكوليستيريديا والاسهال، وقوة فعال في الحكاية دي، لان هو مش مجرد مضاد سموم، ده ب25 جنيه وغالي شوية، انا دايما بجيبه، لكن في مضادات سموم كتير يعني مش لازم تجيب ده، لان احنا هنستخدمه دلوقتي في غسيل المعدة. هنحط برضو حوالي 5 سم، يبقى 5 سم من مضاد السموم على 5 سم ايه الفلاجيل او امريزول. تمام اهو،
هنحط ال5 سنت، انا عارفهم بالنسبة بالغطا كده، نعرف المقدار بتاعهم اهو. هو احمر زي ما انت شايفه كده، كأنه هو خل تفاح، انت لو ملقتوش ممكن تجيب خل تفاح، لكن هو ده مضاف ليه طبعا ادوية تانية، يستحسن لو انت لقيت النوع ده. تمام، ونقلبهم كويس بالسرنجة بتاعتنا دي، السرنجة اللي هي بنستخدمها في الزغاطة. انا فاتح على فكرة السرنجة دي جديدة يا جماعة، عشان محدش يقول ان هي ايه. لو عندك حالة تعبانة زي كده خلي لهم سرنجة لوحدها، ما تستخدمهاش في حاجة تانية. السرنجة دي ب5 جنيه او ب50 سنتي، و6 جنيه 60 سنتي. انا لسه فاتحها لهم مخصوص دلوقتي اهو. هسحب املى السرنجة، هي على فكرة لها غطا كده يا جماعة اهو، زي ما قلنا وريتهالكوا قبل كده اهو الغطا بتاعها. خلص تغطيها تاني، انا كنتش اخد بالي ان هي متغطية اهو. نسحب املى السرنجة خالص، واجيب الفرد ابعد المية عشان اوري لحضرتك ازاي نقرب الزغلول او الحمامة اللي هنعطيها اهو. نمليها زي ما زغطنا بالظبط قبل كده، بالزغاطة دي ما استخدمناها في الزغاطة اهو. مرة واحدة كده ملناها مية، نعمل الزغلول التاني اهو. شوفوا لونه يا جماعة، الفلاجيلا على ايه، على مضاد السموم، متلخبطين على بعض اهي. ملوها كده ال60 سنتي كلهم، بملاهم اهو. تمام اهو، عمل غسيل معدة للحمام كده. بعدنا المية وبعدنا الايه، بعدنا السرنجة، نرجع تاني نفضي المية علشان نطهر مادة الزغلول اهو. نبدأ تاني اهو نفضي المية، عملنا غسيل مادة كده، فضينا المية اللي هي تبقى من المية هيبقى كعلاج، ونديله برضو شوية مية تانيين بعد ما غسلنا، ما فضينا كده يبقى عملنا كده غسيل المعدة. بالظبط ده اللي بيتعمل للبني آدم، هي الفكرة جت من هنا. الإنسان اللي عنده تسمم، أكل أكلة مش كويسة، بيتعمل له كده لما بيروح المستشفى أهو. هنضغط نفضي الحصلة، بس بقى ما نكفيه كده شوية كده، نقلبه أهو. فضينا المية، يبقى كده عملنا له غسيل معدة. لو فضل فيه شوية مية مش مشكلة، ما تخافش، لكن كده انت اتأكد ان انت فضيت ايه الاكل اللي مش كويس جوه، والماء اللي مش كويسة اللي ريحتها وحشة، او الهواء اللي كان فيه، كل ده نتيجة بكتيريا او ميكروبات او اي شيء، اي مرض. فكده عملت له غسيل معدة، تبعد عنه اي مرض. طيب مش هنكتفي بكده برضو، عشان نتأكد هندي كل واحد نقول ايه 20 سنتي او 30، نقول خليهم 30 سنتي اهو. نعبي السرنجة، نعبي 30 سنتي، ونعطيهم ايه للفرد اهو. السرنجة دي زي ما قلنا بتاخد 60، نعبي 30 او تقريبا، وندي للحمامة المصابة بالموضوع ده. ان شاء الله هتلاقيها من اول مرة زي ما بقول لك كده، تعملها كده مرة واحدة، وبعد كده امشي على نفس العلاج ده على بعضه 3 ايام، هتلاقي اللي عنده علاج الانتفاخ، علاج الامتلاء الحصلة بالمية او بالهواء، وبترجع وريحة بقها وحشة، الكلام اللي قلنا لحضراتكم عليه كلكم شايف عارفين الموضوع ده اهو. الطريقة دي يا رب تكون استفدت منها. تمام، نرجعهم بقى، ونتأكد ان احنا عازلينهم عن مكان الايه الحمام، وما نستخدمش السرنجة دي لحاجة تانية، نسيبها للايه لنفس الحمام المصاب بس وهو مصاب بس تعطي منه، ما تستخدمهاش لحمام ايه سليم. تمام، بكده اكون عملت غسيل المعدة للحمام. يا رب تعجبك الطريقة دي وتستفاد منها. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، واهم حاجة تفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.